من خلال مطالباتنا وإلحاحنا لرئاسة الوزراء أن ملعب إيقار الأولمبيدي موجود، هو ملعب كبير جدا وصل نسب إنجاز أيضا جيدة. إيقاف هذا المشروع بالتأكيد راح يكون سلبي على المحافظة أو المحافظة خالية من البنى التحتية اللي ممكن أنه تخدم المحافظة. بالتالي إلحاحنا مع رئاسة الوزراء، مع اللجنة الاقتصادية، مع الجانب الاستثماري بهذا الإطار، جعل أن هذا يعني هذا المنشأ ضمن أولويات الوزارة وضمن أولويات رئاسة الوزراء، وبالتالي كل سيد وزير الرياضة والشباب بمتابعة ملعب شرعاني باشون في أسرع وقت، أو هذا الموضوع إلى سيد وزير الرياضة والشباب. نأمل من عنده أن يكون يعني جدي بهذا الموضوع، بما أنه المحافظة اليوم هي رابع محافظة سكانية وتحتاج إلى بنى تحتية. خلال الأيام القادمة إن شاء الله نأمل أن يتم المباشرة بالعمل مرة أخرى بهذا المشروع، وأن نرى آليات العمل وحركة العمل في هذه المنطقة.